في سفر الجامعه اصحاح 7 وعدد 16 بيقول كده الكتاب المقدس: لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزياده، لماذا تخرب نفسك؟ معقوله كلمه ربنا تقول لنا كده؟ ومين اللي كاتب الكلمات دي؟ سليمان الحكيم. لا تكن حكيما بزياده. مفيش الآية دي. لا مش عارف. يمكن المعنى دي في الآية ليه معنى بعيد ومعنى قريب. المعنى هنا البعيد إن الإنسان يمشي بالحكمة اللي هي المطلوبة اللي تخليه يقود الأمور مع مشيئة ربنا. وفي المعنى الثاني إن ما زلتش من الحكمة دي لدرجة إن أنا تاخدني للبعد أو تحصرني بمعنى أصح. إن الواحد ما يكونش متوقع إن الناس اللي قدامه هيعاملوه بطريقة إنه تعبان وكده، إن هو بيفكر بأسلوب ماكر، لازم يكون إنه حاسس إن الناس زيه طبيعية. هو المقصود بيها يعني الواحد لا يتكبر، لا يتفاخر، لأن ممكن يجيله ضربة يمينية إنه يعتبر نفسه أحسن من الناس كلها. إذا كان أحسن من الناس كلها هيكون أوحش الناس كلها. يعني وأول خطية هي الإنسان لما يعني يرتفع عن الناس بيسقط، زي الشيطان لما حب يتكبر على الله سقط. بتهيألي يعني لا تكن بارا وانت عارف انك بار، لانك يعني انت لو عارف انك بار يبقى انت كده ضيعت الهبه ديت. يعني زي ايوب هو قال انا بار، فبكده هو خرب نفسه. يعني اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا معنا في آية. كل حلقة من حلقات برنامجنا بنحاول نفكر حوالين ايه المعنى اللي مقصود به آية معينة في كتابنا المقدس. زي ما تابعتوا من بداية الحلقة وسمعتوا بعض التعليقات عن الآية اللي موجودة في سفر الجامعة أصحاح 7 وعدد 16: لا تكن برا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ زي ما احنا متفقين دايما صعب قوي ان انا بس افكر على معنى الآية لوحدها، لكن لازم أفكر إيه بالظبط القرينة اللي جات فيها. في الجزء ده كان الجامعة سليمان الحكيم بيكمل وبيقول: لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ حسن أن تتمسك بهذا وأيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك، لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. يعني الموضوع صعب زيادة، مش بقى أسهل. لكن تعالوا نفكر في الأول مع بعض إيه ممكن في إطار القرينة دي يكون يقصده سليمان الحكيم من فكرة لا تكن برا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة. في احتمال من ثلاث احتمالات إنه يكون يقصد إيه المقصود يعني بالبر وبالحكمة في الآية دي. الاحتمال الأولاني إنه يكون بيقصد المعنى المباشر لفكرة البر، وهو فكرة الصلاح وفكرة الحكمة. الحكمة بمعناها الجيد اللي بيتكلم عنها وبيقول إن رأس الحكمة مخافة الله. الحقيقة إن المعنى ده مستبعد هنا تماماً لعدة أسباب. السبب الأولاني زي ما ابتديت الحلقة، المعقولة يكون ده طلب بيطلبه مننا ربنا، إنه يعني بلاش الصلاح اللي زيادة عن اللزوم، يعني بلاش إنك تكون حكيم زيادة، ده بيخرب الإنسان. طبعا مش ممكن يكون ده المعنى. ولما نرجع لفكرة القرينة كمان هنلاقي إن في نفس الجزء اللي احنا واقفين قصاده عند سليمان بيشوف إنه أصلا مفيش حد ينطبق عليه المعنى ده. الكلام ده في أصحاح 7 وعدد 20 بيقول: لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. يعني من الأساس قضية البر بمعناه السليم اللي هو الصلاح اللي الله عايزنا نكون عليه، ده مش متوفر، مش لدرجة إنه حد عايش فيه زيادة وهو بقى بينصحه إنه لأ. ده بيقول حتى بالقليل ده مش موجود.
فغالبا مش هنا المقصود المعنى ده المباشر اللي هو بر والصلاح والحكمة الحقيقية. هنا الآية بتعلمنا المرونة، ان احنا نكون مرنين في فهم امور حياتنا بحكمة ببرقة اكتر، افهم المعنى بمعنى يحقق اللي انا عايزه وفي نفس الوقت في سلام من الله، في نعمة وببرقة، لكن ما اخنقش نفسي ان لازم اكون حكيم اعمل كذا واعمل كذا. ربنا ادانا الحرية نعمل كل شيء بس الصح في كل الاشياء بتحل لينا، بس زي ما لكن لابد ان احنا نعمل اللي يوافق ربنا، اللي يوافق صراحة ربنا. لا تكن بارا كثيرا، انسان لو قال ان انا بار وقام بكده ممكن ملكة الكبرياء تتحكم فيه وتسيطر عليه، تبقى ملكة كلية ويفقد صفة البار الموجودة فيه، ويبقى من الصعب ان هو يرجع لها تاني، لان البار لو قال ان هو بار ما بقاش بار. انا على طول جاي في بالي كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. لازم الواحد يكون بسيط قوي، يعني بسيط قوي، يعني مش لدرجة ان هو يبقى اي حد يضحك عليه، لا، بس في نفس الوقت يكون حكيم ينظر للامور بحكمة، يعني يشوف نتيجها ايه. ايوه، هو في ناس بتحاول تزودها قوي في الحياة، وتحاول تتصرف تصرفات بتيجي على نفسها في كل حاجة، لكن دايما مفروض نبقى في بالانس ويبقى في توازن في تصرفاتي، بحيث ان انا اتحرك تحركات سليمة مع كل الناس في علاقاتي وفي تصرفاتي. الاحتمال الثاني ان يكون سليمان هنا بيقصد البر والحكمة، البر الذاتي، وهنا يمكن لما جت الآية في سفر الأمثال أصحاح 3 وعدد 7 بتقول لا تكن حكيما في عيني نفسك واتقي الرب وابعد عن الشر، غالبا هو ده أو احتمال يكون هو ده المقصود، إنه الفكرة هنا الشخص اللي يظن نفسه إنه هو بار، اللي يعتمد زيادة على بره، اللي يظن نفسه حكيم. ويمكن في جزء في الترجمة بيؤيد الاحتمال ده، لأنه كلمة لا تكن حكيماً بزيادة مش هي أدق تعبير لترجمة الأصل اللغوي للآية دي، لكن التعبير الأدق هو أنك تلعب دور الحكمة. يعني واحد بيمثل حكيم، بيحاول يبدو حكيم، بينبسط إن هو يكون الناس تبص عليه كده وتشوفه. ما تغليش في الدور ده، ما تلعبش الدور ده، انت كده بتخرب نفسك. زي ما الرب قال للفريسيين ان هم يحبون التحيات في الاسواق والناس تشوفهم كده، يا سلام رجال الدين العظماء، الناس جمل الكبار. احيانا كتير قوي ناس في حياتهم بيعيشوا الكذبه دي، بيصدقوا نفسهم. بيقول لهم سليمان لا تكن بارا كثيرا، لا تكن حكيما بزياده. ده احتمال تاني من الاحتمالات الثلاثه. الاحتمال الثالث وهو مقصود به دور النصيحة، يعني بعض الناس بتحاول تبدو ان هي كويسة ازاي، بانها تداري على اخطائها بالتعليق الدائم على اخطاء الاخرين. اني انا لما افتكر مثلا معلق لحد، لا مش مفروض تعمل كده، لا مش مفروض تلبسي كده، لا مش مفروض تتكلم كده، انا بالطريقة دي بدي رسالة غير مباشرة ان الحاجة اللي مش عجباني دي مش عندي، وإلا ما كنتش هتكلم عنها. فلما أعيش الدور ده باستمرار أنا بكتسب وضع غير محبوب عند الناس اللي حواليا. يمكن هو ده نفس المعنى اللي اتكلم عنه الرسول يعقوب في رسالته أصحاح 3 وعدد 1 لما قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. يعني مش طول ما انت قاعد تدي تعليمات وتدي نصايح، لا تكن بارا بزيادة، لا تكن بارا كثيرا، لا تكن حكيما بزيادة، انت كده بتخرب نفسك. ده كمان احتمال من الاحتمالات اللي يكون المعاني اللي يقصدها سليمان بالبر والحكمة هو ده المقصود. انا متخيلة انه جايز ليكون معناها انه
في عينين نفسي، يعني مش ما بقاش انا شايفه ان انا الكويسه، انه انا اللي بعرف، انا اللي بفهم، انا الحكيمه، والا ده هيديني يعني هيخلي يبقى عندي كبرياء شويه، و يعني كده 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 مش هشوف فين الصح، يعني هفضل ماشيه في الطريق اللي انا ماشيه فيه سواء صح او غلط من غير ما احس يعني. بس اذا كان بيتكلم عن حاجه اعتقد انه بيتكلم عن الحكمه البشريه او الحكمه الانسانيه، الانسان بيمشي في حكمته مش حكمه الله يعني. يعني الانسان ساعات بيبقى بار قدام نفسه، لكن احنا لازم نكون برين امام الله، فما تحاولش تعمل الاعمال اللي تظهر برك امام الناس. أعزائي المشاهدين، قبل ما ننهي برنامجنا خلونا نفكر يا ترى إيه المعنى اللي ممكن يكون موجود في الآية دي علشان نعيشه النهاردة، نعيشه بتطبيق حياتي لينا في يومنا النهاردة. لا تكن برا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا. صعب قوي نتخيل إنه المقصود المبدأ الوثني اللي كان موجود في وقت من الأوقات، إنه خير الأمور الوسط. مش مقصود ان ما تغليش قوي في حياة العلاقة مع الله وتبقى متدين زيادة ومتزمت بحبحة شوية يا راجل، لكن في نفس الوقت ما تروحش بقى في الشر والخطية تتفضح العملية، لا خليك كده في الوسط، يعني ساعة لقلبك وساعة لربك. لا مش هو ده المقصود، المقصود هي دعوة اني انا ما غليش في بري الذاتي وافتكر نفسي مش محتاج لله، وفي نفس الوقت ما غاليش في وجودي في الشر وفي الخطية وإحساسي بإني شري وخطيتي دول بيمنعوني مني أوصل لله. لأنه بيقول لأن متقي الله يخرج منهما كليهما، الموقفين الغلط دول الحل عشان أخرج منهم هو أني أتقي الله، أقيم علاقة حقيقية بالله، فما يبقاش اعتمادي على بري وما يكونش بار بزيادة، وفي نفس الوقت ما يكونش عندي خوف من شري إنه يقدر يعطلني عن علاقة مع الله. أقدر أتغلب على الشر والخطية وأعيش في علاقة حلوة مع ربنا، وفي نفس الوقت أقدر أتغلب على ظني بإني مش محتاج للعلاقة مع ربنا وأعيش علاقة حلوة مع ربنا. دي دعوة لينا النهاردة إن إحنا نكون أبرار بالمعنى الحقيقي، بالمعنى اللي فيه صلاح وفيه بر بيصنعه الله بعمل المسيح في حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا معنا في آية.